هل يجوز أن يدعو الإنسان لآخر بإطالة العمر؟ الجواب عن هذا يجوز، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حق أنس: اللهم أطل عمره. لكن هذا الدعاء يقيد بالخير، بمعنى اللهم أطل عمره على الخير أو على الطاعة، ويستدل على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: خيركم من طال عمره وحسن عمله.